أنا سعيد النهاردة، وزي ما قلنا جوه احنا بنعتبرها شراكة وتوأمة ما بين رابطة الأندية المصرية ورابطة الأندية الإماراتية المحترفة. الحقيقة هم اشتغلوا كويس قوي بقالهم 15 سنة، يعني احنا 100 سنة كورة بس أول سنة رابطة، بس عندنا كل مقومات الكورة، عندنا جماهير، عندنا أندية عريقة، عندنا يعني كل المقومات. فأعتقد أن الشراكة دي هتفيد الجانبين، هنستفيد ما يخص احترافية تنظيم المسابقات، التشكيل الإداري، ودي الحاجات اللي هم نجحوا فيها، وعندنا مشاريع وأفكار حطناها. احنا بقالنا 4 شهور شغالين على الاتفاقية دي، مش هي اتفاقيات ماتشات وبس، ولكن هي شراكة أبعد، هيكون ليها إن شاء الله عائد كبير على الدوري المصري والدوري الإماراتي. كأس الرابطة موجود، يمكن النهاردة كان موجود معانا أمين عام الورد ليج فورم، وهو المسؤول عن روابط الأندية المحترفة في العالم، وإن هو النهاردة يشيد ويجي يحضر نهائي كأس الرابطة بكرة، ويقول إن البطولة طلعت على مستوى الروابط الأخرى اللي بتعمل كأس الرابطة بقالها سنين، حاجة تسعدنا. في الآخر كأس الرابطة ده طولة للأندية المصرية. تبادل تعاون، تبادل استفادة من ناحية الناحية الفنية، الناحية التكنولوجية، الناحية التسويقية، كثير من النواحي. صدقني هي مش قصة فقط نقاط معينة وراح نكتفي فيها، راح نطلع لما هو أبعد عن ذلك بكثير، عن فقط اللي هي عملية المباريات المشتركة، ولكن هي أيضا من ضمن الأجندة. كرة القدم يمكن تترجم أحد النواحي اللي موجودة في العلاقة هذه، فإحنا فقط قاعدين نقول إحنا سعيدين بالشراكة هذه، وسعيدين إن إحنا موجودين في جمهورية مصر اليوم، ونشكركم أيضا على حسن الاستضافة. دي خطوة مهمة بتساعد وبتأصل في إن رابطة الأندية المحترفة موجودة، عندها استراتيجية بتثبت أقدامها في العمل على تطوير كرة القدم في مصر. الجانب الإداري مهم جدا، يعني دي تعتبر اتفاقية بتساعد على تطوير جوانب إدارية احترافية، وشفنا الأستاذ عبدالله الجنيبي لما تكلم قال إن حتة التطوير الإداري في الاحتراف أو الاحتراف الإداري لإدارة المسابقة وإدارة كرة القدم والأندية دي حتة مهمة جدا. طبعا رابطة الأندية الإماراتية عندها خبرات من 15 سنة، مصر كدولة، كفرق، كبطولات، كأرضية جماهيرية، كتاريخ لكرة القدم العربية والأفريقية طبعا لها الريادة الكبيرة، وبالتالي هذا النوع من التعاون بيبقى مفيد من الطرفين. دلوقتي ما فيش حاجة اسمها طرف واحد بيستفيد وتاني، لا، هي وين وين سيتويشن، هيبقى فيه استفادة فنية وهيبقى فيه استفادة إدارية. يعني احنا طبعا شفنا في المؤتمر طبعا اتكلموا بداية على موضوع تبادل الأنشطة والماتشات والأحداث الرياضية اللي هتتم بالتبادل ما بين مصر والإمارات، لكن في نفس الوقت هيبقى في تبادل للخبرات ليها علاقة بالجانب الإداري جوه الرابطة وطريقة احترافيتها في إدارة المسابقة، من حيث مسابقات، من حيث إعلام، من حيث تسويقي، برامج تسويقية. السوق المصري والسوق الأكبر، السوق الإماراتي مهم جدا تسويقيا واقتصاديا وتجاريا، فكل ده هنستفيد منه، وإن شاء الله هنوصل لمراحل متقدمة من حاجات هتبقى ملموسة لتطوير الكورة، وإحنا هنعلن عن حاجات قريب إن شاء الله. وأكيد لازم نشكر الحقيقة كل أعضاء الرابطة ورئيس الرابطة النائب أحمد دياب وكابتن أمل متعب، كان له دور كبير. الاثنين الحقيقة عملوا مجهود كبير في التوأمة ديت. التوأمة دي بتثبت إن في خطوات جادة من الدولة كلها على إن إحنا نسير الكرة الحديثة والرياضة الحديثة في العالم كله. احنا تأخرنا كتير جدا، فبالتالي الأمور دي كلها بدأنا أول سنة رابطة، بعد كده بنحاول نسابق الزمن. ودايما بقول على إن كأس الرابطة الحقيقة اللي احنا بدأنا بيه والنهائي بكرة إن شاء الله، لولا الشركة الرائعة ما كناش هتقدر تعمل الكلام ده كله، فبالتالي هي المنظومة كلها كاملة. احنا بنحاول نسابق الزمن في ايه؟ دولة الامارات الشقيقة بقى 15 سنة عندها رابطة اندية محترفة، عدى عليها مصاعب كتير جدا زي اللي احنا الصعوبات اللي احنا شفناها السنة دي، فبالتالي انت اداريا محتاج التعاون بتاعهم، وهم فنيا محتاجينك لقوة الدوري الممتاز بتاعنا ودوري وكاس الرابطة بتاعنا. اكيد احنا مميزين يعني فنيا، وبنشوف مباراة على أعلى مستوى، وشفنا المباراة الأخيرة بتاعت المحلة والإسماعيلي الحقيقة كان من أمتع المباريات اللي موجودة. فأنت بتاخد الحاجة اللي أنت محتاجها، وهو بياخد الحاجة اللي هو محتاجها، دي اللي بتعمل التوأمة. لما تكون مع دولة شقيقة بقى زي الإمارات كمان، أنت عارف دايما دولة الإمارات مفتوحين قوي معانا، فبالتالي التعاون بيننا وثيق في كل المجالات،
فبالتالي هم مش هيبخلوا عليك بحاجه واحنا مش هنبخل عليهم باي امور اخرى فنيه وتعاون. فانا شايف ان شاء الله ان الموضوع دوت هيكلل بالنجاح وهتبقى بدايه للدول العربيه الاخرى الشقيقه ان يبقى في مجموعه متكامله الحقيقه من دول اخرى.